سائل من السعودية يسأل عن قضية الاجتهاد في رمضان العشر عن غيرها. الاجتهاد في رمضان، رمضان وعاء عظيم للعمل الصالح، لما كرم الله عز وجل به هذا الشهر من أن فرض الصيام فيه وأنزل القرآن فيه. ولكن دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهده في العشر الأول، ويجتهد في العشر الأخر الأواخر ما لا يجتهده فيما مضى من الشهر. إذن يفهم منه أن الإنسان يتدرج، لأنه لو أن الإنسان بدأ من أول الشهر يقوم أكثر الليل ويجتهد في قراءة القرآن والتلاوة، لربما جاءت العشر الأواخر وهي أفضل الشهر وفيهن ليلة القدر وقد ضعفت قواه، وربما دخله شيء من الملل. لكن لا هدي أكمل من هدي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي المطية العظمى لمن يطلب ما عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد اجتهادا كاملا في العشر الأول، ثم يترقى في اجتهاده يعني في العبادة في العشر الوسطى، ثم يتم اجتهاده وطاعته وقيامه في العشر الأواخر، يتحرى ليلة القدر وفيهن أي في الليالي العشر الأخر يشرع الاعتكاف. والعلم عند الله يا أخي الكريم.